الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء، على الطريق الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. اما بعد، اجلس يا اخي، اجلس فقد اذيت، اجلس. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله جل وعلا قد أوجب على عباده أن يكف كل منهم الأذى عن الآخر، ولا فرق في ذلك بين الأذى المحسوس المعنوي وغير، ولا فرق في ذلك بين الأذى المحسوس والمعنوي، فالمسلم مصون في جميع شؤونه. وكما كان كف السوء عنه واجبا، فإن إبعاده عنه مشروع متفاوت الدرجات حسب حجمه. فمنه الواجب كإزاحة الأخطار المهلكة عن الطريق، ومنها المستحب كإماطة الأذى عنه أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. ومن الإمعان في تجاهل هذه العبادة السعي في ضدها، بأن يلاحق الإنسان الناس بشرور ابتعدوا عنها وتلافوها أو لم تحم حولهم أصلا. فهذا والله أسوأ حالا ممن يرمي الشوك في الطريق، لأن الإصابة الناتجة عن الأشواك سريعة الاندمال ميسورة العلاج، والمصيبات الناتجة عن المشكلات والمعضلات أضرار معنوية معسور علاجها بطيء اندمالها. ومن أنواع الملاحقة بالشر أن يسعى الإنسان في تكدير الصفاء بين اثنين، وذلك بنقل الكلام بينهما، فهو بهذا الصنيع يحاول أن يسلب كل منهما سلامة الصدر لأخيه ونعمة التواصل والتواد، وكلتاهما نعمة وعافية يحرص الناصحون على استبقائها طيلة وجودها. وإذا تزحزحت أو كادت حرصوا على تثبيتها. أما الغاش النمام فيلاحق الممنوحين بها ليزيلها عنهما. وهكذا من حاول أن يوقع غيره فيما يتضرر به في دينه ودنياه، نعم، وهكذا من حاول أن يوقع غيره
فيما يتضرر به في دينه ودنياه من أفكار هدامة وتوجهات متطرفة ومحتوى غير لائق أو غير ذي جدوى، فالسلامة من كل واحد من هذه الأمور غنيمة، وأي غنيمة، ومن لاحقه ليوقعه فيها فقد طارده بشر مستطير. ومن هذا القبيل إخبار الشخص بكل ما يتأذى بسماعه ولا يستفيد منه، وليس من مصلحته أن يعلم به، وكذلك تناقل الإشاعات، سواء منها ما يثير الخوف والرعب عند متلقيه، وما يحتوي على معلومات خاطئة تغري المتعجلين ببناء التصرفات عليها، وينشأ عن الاغترار بها والمجازفة بتطبيقها، التغرير بالنفس أو المال أو إضاعة الوقت في سبيل الحصول على أوهام لا حقيقة لها. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله جل وعلا أمر بأن نتعاون على البر والتقوى، وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان. وبعد، فحياة الإنسان مليئة بالبر، ومليئة بالشر، مليئة بالخير، مليئة بالعدوان. فإذا أمر الإنسان أن يتعاون على البر والتقوى، وإذا نهي عن ألا يتعاون على الإثم والعدوان، كان لزاماً عليه أن يمتثل بهذا الأمر الرباني. فحياة الإنسان محطات ومراحل يستشرف فيها المستقبل، باستمرار، وقلما تخلو من عثرات ينطلق بعدها من وفق إلى ذلك. كما أن الإنسان عرضة للأخطاء والذنوب، وقد رغبه تعالى في التوبة ووعده بقبولها تفضلا منه. ومن أخطر أنواع الملاحقة بالسوء تذكير الإنسان بماض له يؤلمه بأي شكل من الأشكال، خصوصا إذا كان قد تجاوز عقبته وتلافى إشكالاته وشق طريقه إلى المستقبل، لأن تذكيره به يكسر خاطره ويشغله بالتأسف والتحسر، وقد يعوق مضيه إلى الأمام. كما أن هذا السلوك العجيب لا يخلو من التعيير والتوبيخ على سيئة تبعتها حسنة، وتغطية السيئة بالحسنة هو واجب المخطئ، كما ورد في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا محى الله هذه السيئة فما الداعي إلى ذكرها؟ نعم، وإذا لبى المسلم هذا التوجيه الرباني، وهو أن يتبع السيئة الحسنة، رجونا له وعد الله بالنقاء، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.
فمحاولة مطاردته بغلطته محاولة لإحياء شيء وعد الله تعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بإذهابه ومحوه. ومن أشنع أنواع الملاحقة بالسوء التشويش على المتصالحين المتغلبين على نفرة سابقة بينهما، وذلك بتذكيرهما بما حصل بينهما أثناء نشوب سوء التفاهم بينهما، وهذا والله جفاء وإفساد. ومن المطاردة بالشر ما يصنعه بعض المثرثرين من تقنيط المبتلى من الفرج وتزهيده في التمسك بالأمل والصمود أمام المحنة، وهذا والله من أخطرها، ويقع بعض الناس في شيء منه جهلاً أو غفلة، كالحديث بحضرة المريض عن فتك المرض الذي يصارعه وكثرة من يقضي نحبه بسببه ونحو ذلك. ومن أخطر الملاحقة بالشر ترويج أسباب التصدع والانفلات في المجتمعات والأوطان، لأن ذلك لا بد من أن يؤثر على سلمه وأمنه، وهذا دأب التنظيمات والأحزاب والدعوات الزائغة. فعلى كل إنسان وعلى كل مجتمع أن يتنبه لمن يلاحقه بمثل هذه الشرور ليرمي عليه شرًا من هذه الشرور. وأفضل درجات التوقي أن يستعيذ بالله من شر كل ذي شر الله آخذ بناصيته، ثم ألا يسمع من هذا الملقي أصلا، لا عن طريق مكالمة ولا عن طريق مجالسة، لا يسمع منه أصلا، وألا تكون له وسيلة أيًا كانت تلك الوسيلة لإيصال ضرره إليه، وأدناها أن يتخلص فورًا من الضرر الذي جلبه بلا أدنى تأخير. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله، قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة الناصحين والقضاة العادلين ورجال الأمن أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين تطبيق شرعك، تحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا وحياءنا وأخلاقنا ونساءنا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، افتح لهم فتحا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى
واجمع لنا اللهم بين سعادتي الأولى والأخرى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان من بيننا مبتلا اللهم فعافه. اللهم من كان من بيننا مريضا اللهم فاشفه. اللهم إن كان من بيننا مهموما اللهم ففرج همه. اللهم من كان من بيننا مديونا اللهم فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم في هذا المكان الطاهر، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة الشريفة، نسألك يا ربنا أن تنزل علينا جميعا رحمة من عندك، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.